السلام عليكم، واهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد من اسلوب حياتي. فيديو النهاردة يعني يومياتي او يوم في حياتي، هنقضي مع بعض اليوم النهاردة وهشارككم باهم الحاجة اللي هعملها يعني في اليوم بتاعي النهاردة، وكمان في مشتريات كده اشتريتها ليا هشارككم بيها، وطبعا هننظف وهنطبخ وهنعمل حاجات كتير قوي مع بعض ان شاء الله. وبتمنى الفيديو يعجبكم، وطبعا الفيديوهات دي بعملها بناء على طلبكم، بنات كتير جدا بتعجبها الفيديوهات اللي من النوع ده وعايزاني اعمل منها دايما، بيستفادوا منها وبتشجعوا وبيستفادوا عموما من الفيديو كله يعني. ولو انتي مش من النوع اللي بتحب الفيديوهات من النوع ده والفيديوهات الطويلة، يعني ابوس ايدك يا شيخة ما تتفرجيش على الفيديو. الفيديو ده للبنات اللي بتحبه بس، ويلا بينا نتابع فيديو النهاردة، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. والبداية هتكون من مطبخي، وهنا المطبخ من بالليل كنت غسلة المواعين وسايباهم يتصفوا على الصفاية دي، يعني من بالليل بحاول اشطب المطبخ كده لو في مواعين اخلصها يعني على قد ما اقدر الحقيقة، مش شرط هعمل كل حاجة يعني قبل ما انام، يعني ما اكدبش عليكم، على قد ما اقدر كده بعمل الحاجة اللي انا بقدر عليها، ولو ما قدرتش على حاجة بكملها الصبح يعني. والحوض نضيفة اهو ما فيهوش مواعين، ويعني الحوض في احسن حالاته، بس اللي مش في احسن حالاته بقى هو البوتاجاز، ما قدرتش اعمله الحقيقه بالليل قبل ما انام، يعني غسلت المواعين وما غسلتوش هو امبارح طبعا، ودي بقى اثار الطبخ بقى وعمل الغدا وكده، عليه دهون وعليه بقع بسيطه، هو طبعا مش مبقع قوي ولا حروق جامده ولا حاجه، بس برضو عايز يتغسل لانه ما اتغسلش امبارح بالشكل ده كده، ومش هياخد اي وقت. هبدأ طبعا اغسله اول حاجه قبل ما ابدا اعمل عليه تاني اي حاجه في اليوم الجديد النهارده. دلوقتي انا شلت كل المواعين بقى اللي كانت مغسوله في اماكنها، وحطيت الصفايه كده على جنب لغايه بقى ما احتاجها تاني، وقبل ما ابدا بقى في استعمال يعني البوتاجاز واعمل عليه اي حاجه هنضفه دلوقتي تنظيفه كده سريعه، لان هو المفروض كان اتغسل من امبارح فانا ما قدرتش زي ما قلت لكم، فاعمله بقى اول ما ادخل المطبخ كده قبل ما ابدا اعمل عليه اي حاجه تاني، وهو يعني هغسل السطح بس، مش محتاج العيون تتشال ولا حاجه لان كانت مغسوله لسه يعني امبارح، يعني مش امبارح قلنا امبارح ما اتغسلش، اول امبارح بخلع طبعا العيون والقطع بتاعتها كلها ومغسوله زي الفل، هو السطح بس اللي محتاج يتغسل علشان البقع اللي موجوده فيه. وزي ما بقول لكم يعني ما نجيش على نفسينا ونرهق نفسينا زياده عن اللزوم، الحاجه اللي نقدر نعملها نعملها، واللي ما قدرناش نكمل تاني يوم مش مشكله، وخصوصا البنات اللي زي حالاتي بيعملوا كل حاجه بنفسيهم، ما فيش حد بيساعدهم، ما بيجيش حد يساعدهم وهكذا، فيعني برضو ما نضغطش على نفسينا وعلى قد ما نقدر، وكل يوم بيوم. ويعني في اوقات ببقى يعني ربنا بيقدرني بغسل المواعين قبل ما انام والبوتاجاز واخلي المطبخ ده يعني ما فيهوش اي اشياء قبل ما انام، وفي يوم ما اقدرش اغسل البوتاجاز زي النهارده، في يوم ما اقدرش اغسل المواعين ابقى يعني على اخر اليوم مش قادره الحقيقه، عامله حاجات كتير وتعبانه مثلا، ما يعني ما اضغطش على نفسي، ما اكدبش عليكم وما بضغطش على نفسي، الصبح اول ما اقوم مثلا وفي مواعين في الحوض ابدا بيها اغسلها واغسل البوتاجاز قبل ما استعمل البوتاجاز في حاجه يعني جديده لليوم الجديد، وبكده ما نضغطش على نفسينا ونبقى قادرين نعمل اللي احنا عايزينه واللي مطلوب مننا كده من غير ضغط نفسي بقى وعصبي، ونأنب نفسينا انا ما انا فاشله انا ما عملتش انا مش انا مهمله انا، لا احنا طبيعتنا نضاف وبنحب النظافه وكل حاجه، بس يعني على قد ما نقدر، وكل يوم بيوم زي ما قلت لكم، كل يوم لظروفه، يوم ما نقدر يوم ما نقدرش، وربنا يقوينا جميعا. وده شكل البوتاجاز بعد ما غسلته وجففته بقى نضيف معايا وزي الفل. وعايزه اقول لكم في بنات كتير بتسال على القطع النحاسي دي، لما بنغسلها بيبقى لونها ذهبي وجميل، يعني طبعا العين اللي جوه دي مش بستخدمها كتير، فلون القطع النحاسي دي ذهبي وجميل زي ما هو، وبتقول لما بنفتح النار يعني اللون بيغمق وما بيفضلش ذهبي كده، فعايزه اقول لك يعني دي عادي طبيعه العيون كده، لما النار بتتفتح لونها بيغمق تاني ما بتفضلش ذهبي زي ما هي، بس المهم ان احنا نغسل القطع دي ونفكها عن بعض
دايما ونغسلها وننضفها، وبتبقى باللون الذهب الجميل ده ساعة الغسيل، وبنبقى متأكدين ان طبعا الفتحات بتاعة الغزة نظيفة ومتسلكة، ما فيهاش اي انسداد من الدهون او اي حاجة. دي كفاية ان احنا طبعا نبقى متأكدين من نظافة الحاجة، حتى لو غمقت بس هي نظيفة والفتحات نظيفة وكل حاجة. وعايزة اقول لكم كمان دايما نفك القطع دي ونغسلها، لان بنات بتشتكي كتير من الموضوع ده، بتقول في عيون لازقة في بعض ومش عارفة افكها عن بعض وهكذا. فمنعا لان ده يحصل لازم نفك القطع ونغسلها باستمرار. ودلوقتي اقدر بقى اعمل كوباية شاي كده على نظافة، وهي هتكون فطاري. هعمل شاي مع حاجة خفيفة كده تاني، شاي عادي كشري. بغلي المية بس الاول واحضر حاجة خفيفة كده مع الشاي افطر بيها، وهي هتكون يعني حاجة من اللي هي القرص والقرائش اللي عملتها في العيد معاكم قبل كده. طبعا محتفظة بحاجة العيد، كل حاجة في علبة مغلقة كويس جدا. وهاخد من القرص والقرائش دول اللي كنا عاملينهم مع بعض، بيبقوا حلوين جدا في الفطار مع الشاي، شاي سادة، شاي بلبن او نسكافيه. برضو كل يوم بعمل حاجة مختلفة عن التانية، يعني كل يوم وظروفه، مرة نسكافيه، مرة شاي بلبن، مرة شاي سادة، يعني حسب بقى الظروف. النهاردة هيبقى شاي سادة، واخد كده حاجة بسيطة معاه، يعني مش هكتر لان طبعا مش هاكلهم حتى دول كلهم، انا باكل حتة يعني من اي حاجة كده والباقي خلاص بكتفي بكده. وهصب الشاي بقى وافطر دلوقتي، وبعد كده نكمل نشوف هنعمل مع بعض ايه في باقي اليوم مع بعض النهاردة. دلوقتي عايزه اشارككم كده مشتريات بسيطه جدا جبتها لنفسي. جبت شوز وشنطتين خروج، وطبعا هو العيد لسه خلصان، وهتقولوا لي الناس كلها جايبه حاجه العيد ولبس وشنط وجزم وكل ده. انا الحقيقه العيد ده ما جبتش حاجه ليا خالص، الا حاجه بسيطه كده خفيفه ظريفه للبيت، ما جبتش لبس خروج ولا شنط ولا كل ده. فوانا امبارح في مشوار في وسط البلد بتفرج على المحلات كده، عجبتني حاجات معينه كده واسعارها جميله جدا، اسعارها تعتبر رخيصه يعني مش زي الحاجات الغاليه او اللي بنسمع عنها. جبت الشوز دي او الجزمه، يعني ما هي جزمه يعني شوز، هي جبت الجزمه دي عجبتني جدا. النعل بتاعها من اللي هو المريح ده في المشي، وواطيه مش عاليه قوي، لان عندي حاجات كتير بكعب عالي، فحبيت اجيب حاجات كده تكون واطيه مريحه في الخروج بقى وفي المشي وكده. لونها اسود زي ما احنا شايفين وعليها الجزء ده كده، وشكلها جميل وبسيطه جدا جدا. ودي تعرفوا جبتها منين؟ جبتها من محل هو في وسط البلد بس باتا، يعني محل باتا ده مشهور عندنا في مصر، معروف جدا، وما بشتريش منه حاجه خالص من ايام مثلا واحنا في المدارس، كانت ماما بتجيب لنا منه الجزم المدارس. بس بعد ما دخلت المحل وانا بتفرج اتفرجت عليه كده من بره وعجبتني اسعاره جدا والحاجه اللي فيه، بعد ما دخلت بقى وببص كده لقيت الكراتين كلها مكتوب عليها باتا بالعربي وبالانجليزي، فقلت مش مشكله نجرب من عنده النهارده. وجبت الجزمه دي، ثمنها هم يعني هم بيدوا فاتوره وكله تمام اهي، الشركه المصريه للاحذيه باتا 137 جنيه ونص. ودي الشنطه بتاعتهم، ودي الشنطه بتاعتهم والعنوان اهي باتا، 5 شارع 26 يوليو للقاهره، وفي في اسكندريه كمان، وفي اكيد في كل المحافظات يعني. بس هي دي الجزمه اللي جبتها. وكمان جبت الشنطه السوداء دي من محل تاني بقى مش من باتا، من محل جنبه كده، برضو جميله جدا وواسعه واسعارها جميله. طبعا بحب الشنط الواسعه جدا جدا، بشيل فيها حاجات كتير قوي، مش بحب الصغيرين خالص. هنا في جيبين وهنا في جيب سوسته بقى للموبايلات بقى للفلوس للمحفظه، وفي جيب كمان كده خارجي يبقى حلو قوي للموبايل لما يرن ولا حاجه نطلعه من هنا بدل ما نقعد ندور عليه في الشنطه كلها. دي كده كان ثمنها 165 جنيه، سعرها يعني يعتبر رخيص مش غالي. وجبت كمان السودا، طبعا بتنفش على اي حاجه، وكمان الرمادي دي عجبتني جدا لونها والموديل بتاعها، بصوا دي عامله زي بتاعت الشنط واحنا في المدارس. وبرده دي الورق بقى ما شلتوش لسه، هنا برده مكانين زي الشنطه الثانيه، وفيها برده جيب سوسته هنا وجيب هنا تقريبا، برده واسعه وحلوه جدا، بحب قوي الشنط الواسعه. طبعا فيها سوسته برده، نقفل السوسته وبعد كده نقفل عليها الجزء ده جميل القفل ده كده، وليها يد كده طويلة بتتركب في الناحيتين كده من الجنبين، والتانية برضو ليها يد معاها بتتركب في دول
ليها يد كده برضو للي يحب يركبها او تكتفي بالايدين دول بس، وليها حاجات كده من هنا. يعني شكلهم ظريف مش بطال، وسعرهم جميل جدا. يعني في محل جنب المحل ده على طول كده بصيت عليه، يعني الشنط بتبدأ من 800 جنيه، 1000، 1200 وهكذا فيما فوق. طبعا انا الثلاث حاجات اللي جبتهم دول تمنهم ما يجيش يعني نص تمن شنطة واحدة من الغاليين، فانا جبت الحقيقة الحاجات يعني اسعارها هادية جدا، مش من الغالية اول حاجة. وعايزة اقول لكم برضو الشنط منين اللي يحب يشتري ولا حاجة، برضو في وسط البلد المحل اسمه اول مرة اجيب منه برضو الحقيقة، يعني معرفوش قوي، اسمه جاكلين شنط للسيدات، 116 شارع محمد فريد بالقاهرة. هو شارع محمد فريد و26 يوليو، وكل ده دي شوارع مليانة محلات عموما بقى بتاعت لبس وجزم وشنط وكل ده. وبتمنى تكون الحاجة دي عجبتكم، اللي يحب يشتري منهم ولا حاجة حبيت اقول لكم برضو على الاسعار والعنوان، وان شاء الله تكون عجبتكم. ودلوقتي عندي بتنجانتين رومي كده في التلاجة طلعتهم، هعملهم زي سلطة كده او غموس، بيبقى جميل اوي بالطحينة. متهيألي عملته معاكم قبل كده، يعني بقطع البتنجان شرايح وبقليه، وبيتعمل بقى بالطحينة، بيتقدم مع اي اكل كغموس كده جميل او كسلطة، بيبقى طعمه حلو قوي. لما بلاقي عندي بتنجان كده مش عارفة اعمل بيه ايه، بروح مطلعاه وعاملاه الغموس او السلطة دي، بتبقى حلوة قوي. هعمله بقى واحطه في مصفى كده وارش عليه شوية ملح واسيبه ينزل المية بتاعته قبل ما اقليه. ودلوقتي عندي غسيل في البلكونه من امبارح يعني ناشف، هلمه دلوقتي وحاطه دوره غسيل بقى في الغساله، هي الحقيقه ستاير بتاعت اوضتي، لان بكره ان شاء الله هنضفها كده تنظيفه عميقه، فبحب قبلها بيوم الغرفه اللي هنضفها لو الستاير بتاعتها محتاجه تتنضف بغسلها قبلها بيوم، المفارش كل ده. فهلم الغسيل دلوقتي تكون الغساله خلصت. وعايزه كمان انضف البلكونه كده، يعني هزعفها وامسح الارضيه بتاعتها، هزعف السقف كده، وطبعا قافله الشيش ده او الشباك ده اللي بيبص على اوضه الصالون علشان ما فيش تراب يعني يدخل جوه الاوضه. وبعد ما اخلص تزعيف السقف هنضف بقى الشيش بتاع الشباك، وكمان الشيش بتاع باب البلكونه نفسه، وكل ده قبل ما انشر طبعا الغسيل بقى اللي بيتغسل في الغساله اللي هو الستاير زي ما قلت لكم. وطبعا انتوا عارفين ان انا يعني هو العيد لسه خلصان بقاله شويه، ما بقالوش كتير يعني، بس انا كل ده طبعا ما عملتوش قبل العيد، يعني الحاجه لما بتتوسخ بعملها مش مرتبطه بالعيد ولا اي حاجه زي ما بقول لكم دايما، فلما بلاقيها محتاجه تنظيف بنضفها في اي وقت. وبعد كده بمسح ارضيه البلكونه، وقبل ما امسحها بحب ارش ميه كده على الحيطان كده، لو عليها اي اتربه ولا حاجه بتنزل على الارضيه بقى قبل ما امسحها. وبنات كتير دايما بيسالوني لما بمسح الارضيه في الصالون ولا حاجه، بيقولوا لي بتحطي ايه ميرفت في ميه المسح علشان السيراميك بيلمع كده. بحط شويه من كلوريكس الالوان، والحقيقه ببقى قايله برده في الفيديو بس انتوا ما بتاخدوش بالكم بقى، ببقى حاطه شويه من كلوريكس الالوان بس في ميه المسح دي، يعني بيبقى فيها طبعا الكلوريكس ده فيه التعقيم والنظافه والريحه الحلوه وكل حاجه، ما بحطش اكتر من كده. وبنات برده كتير دايما بيسالوني على الشرشوبه دي، بيقولوا لي انت اللي عاملاها ولا مشتريها جاهزة؟ طبعا دي مش انا اللي عاملاها ولا حاجة، دي بتتباع جاهزة يعني بألوان كتير، لان في شرشوبة عادية اللي هي الخيوط البيضة دي، وفي اللي هي القماش دي قماش كده زي الفوطة بيمتص المية، بتتباع برضو جاهزة في محلات المنظفات، هتلاقوها موجودة في كل مكان. وبعد ما خلصت مسح البلكونه والغساله كمان خلصت الستاير اهي اللي كانت فيها بتتغسل، نشرتها بالشكل ده، وزي ما بقول لكم دي كده ستاير اوضتي بغسلها قبلها بيوم، والمفارش وكل حاجه. اي غرفه نكون هننضفها تنظيف عميق شويه ومحتاجه ستايرها تتغسل قبلها بيوم، بنفك الستاير ونغسلها والمفارش وكل ده، بحيث ان احنا ننضف الغرفه ونعلق ستايرها ونحط لها المفارش تكون نظيفه وكل حاجتها تكون جاهزه قبلها بيوم على طول، علشان نخلص وما نضيعش وقت كتير بقى في الحاجه اللي احنا بننضفها. وعايزه اقول لكم كمان الستاير دي غسلتها ازاي. طبعا قبل ما احطها في الغساله اصلا بحب اعمل حركه حلوه قوي، هي اني انقعها في ميه من غير اي حاجه، في البانيو مثلا عندكم او في طبق كبير بحط الستاير واملى عليها ميه، اغمرها بالميه واسيبها منقوعه شويه، وبعد كده بعد فتره كده بطلع الستاير من الميه، بتكون الميه كلها تراب وكل الاتربه اللي في الستاير نزلت، ما بنكونش شايفينها بس الحقيقه بيبقى فيها برده اتربه عليها بتنزل في الميه دي. وبعد كده بناخد
ناخدها بقى نبدأ نحطها في الغسالة ونعملها دورة غسيل عادي جدا، بس النقع في المية ده بيخليها تنضف وتزهزه جدا بعد الغسلة، ما بتبقاش كده مغيمة ولا كده، تحسي انها برضو مش نظيفة، فبتبقى حلوة قوي ان انتي تنقعيها في المية دي قبل الغسيل. بعد كده بحطها بقى بعمل لها دورة في الغسالة، وطبعا اي مفروشات او ستاير نخلي الغسلة بتاعتها على البارد خالص، ما نسخنش يعني درجة حرارة الغسالة ابدا، تكون على البارد تماما علشان الاقمشة بتكون حساسة يعني بتاعت المفروشات والستاير وما تتكرمش وتبوظ مننا. وبرضو بنخلي دورة الغسيل الألوان متقاربة، يعني لو ستاير فاتحة مع بعض مفروشات غامقة مع بعض. وبعد كده طبعا بنعمل لها الدورة ونحط المسحوق، ومسحوق جيلي بيبقى أحسن ما بيسيبش أي رواسب، وكمان بنلغي العصر علشان ما تتكرمش. بقول لكم ايه، انا دلوقتي هدخل اخد دش الاول قبل ما ابدا في اي حاجه تاني، لاني مش طايقه صراحه، الدنيا حر جدا، ومع الشغل وكده الواحد بيبقى عايز كده ينتعش خلاص، ما بيبقاش طايق نفسه. انا في العاده طبعا قبل ما ننام بالليل باخد دش طبعا قبل النوم، بعد بقى شغل طول اليوم وتعب طول اليوم كده الواحد ياخد دش عشان ينام فايق. بس بتيجي عليا اوقات كده في وسط النهار خلاص ما بقدرش استحمل ان اكمل او اعمل اي حاجه تانية الا لما اخد دش الاول، فاكيد بتحصل لكم برضو الحاله دي. فانا دلوقتي عايزه اخد دش كده، حضرت بقى اشيائي وادخل اخد دش قبل ما ابدا في اي حاجه تاني، وبعد كده نكمل مع بعض. ورجعت لكم تاني بعد الانتعاش خلاص. دلوقتي بقى لميت الغسيل اللي كنت لما الصبح طبعا طبقته وشيلته في مكانه، وكمان الستاير يعني ما خدتش ساعة على الحبل ونشفت خالص، لميتها برضو هطبقها دلوقتي واحتفظ بيها لبكرة ان شاء الله متطبقة، لاني ما ينفعش اسيبهم متكومين كده، يعني حتى لو هعلقهم بكرة في المكان بتاعهم هيصبحوا عليهم مكرمشين وبايظين خالص، ونبقى بوظناهم بقى وتحتاج تكوي ونبذل مجهود فيهم اكتر. فانا لازم اطبقهم كده اول ما بجيبهم على الحبل على طول. وممكن يعني لو علقت غيرهم لما نضف اوضه النوم بكرة ان شاء الله، لو علقت غيرهم اشيلهم على طول متطبقين، ولو علقتهم هم يعني يكونوا برضو متطبقين. لازم نحتفظ بالحاجة متطبقة، ولو هنعلقها بعد شوية بعد يعني تاني يوم كده ما نسيبش، خصوصا الستاير والمفروشات والحاجات اللي بتتكسر دي لو كومناها كده هنصبح نلاقيها متكرمشة وهتضايقنا وتتعبنا جدا. فانا هطبقهم دلوقتي وخلاص كده طبقتهم اهو، احتفظ بيهم ان شاء الله لغاية بكرة علشان الاقيهم مفرودين زي ما هما، مش بعد ما محافظنا عليهم بقى ولغينا العصر في الغسالة وكل ده عشان ما يتكرمشوش، هيتكرمشوا لو اهملنا فيهم وسبناهم كده منكوشين. فكده بنرتبهم كده ونطبقهم تطبيقة بسيطة كده لغاية ما نستعملهم ان شاء الله. ودلوقتي هبدأ في تحضير الغداء، وكنت مطلعة الحقيقة من امبارح بالليل على رف التلاجة، نزلت الفرخة دي من الفريزر، ودي من بواقي بقى تفريزات رمضان وخيرات رمضان، ما شاء الله كنا مفرزين ومتبلين حاجات كتير مع بعض قبل رمضان، ودي كانت واحدة منهم. يعني دجاجة كاملة كده متبلة، ممكن تتعمل بأي طريقة بطرق كتير جدا. النهاردة هعملها كده بالخضار كده او بالبطاطس، بس اي حاجة انا متوفر عندي جزر وبطاطس هعمل مع الفرخة دي، يعني جزر وبطاطس، تقدروا تضيفوا خضار تاني اي حاجة متوفرة عندكم، ممكن لو في كوسة برضو تتقطع قطع كده، واي خضار يعني تفضلوه. دلوقتي البطاطس قشرته والجزر كمان قشرته وغسلاهم وقطعهم كده مكعبات كبيرة علشان يعني ما يتهروش قوي برضو، عقبال ما الفرخة تستوي ما يكونوش هم تهروا قوي، مكعبات كبيرة بالشكل ده الجزر والبطاطس. وعايزة اقول لكم طبعا اني لفيت كده على الشقة وعملت التنظيف اليومي كده السريع بتاع كل يوم، بس طبعا ما صورتهوش معاكم، مش كل مرة يعني اصوره معاكم، بصور لكم مقتطفات من اليوم زي ما بقول لكم كده دايما، يعني شاركتكم في تنظيف البلكونة بقى والغسيل والحاجات دي وتنظيف البيت اليومي، يعني ما صورتهوش المرة دي. بعد كده بجيب الصينية بتاعتي او البايركس او اي حاجة، واحط الخضار بقى اللي انا هبقى مجهزاه ومقطعاه بالطريقة دي، وهقطع معاه كمان يعني بصلايه كده مقطعاها شرايح وعليها ملح وفلفل، وكنت سايباها شويه، وبعد كده بفركها بايدي كويس وبنزلها على الخضار ده، بتدي طعم جميل قوي، وخصوصا لما بتتفرك كده بالايد البصله بتنزل الطعم بتاعها والسوائل بتاعتها في الخضار، بتدي له طعم جميل. وكمان ده قرن فلفل كده حامي بقطعه قطع صغيره للي يحب يعني اختياري، ممكن تستغنوا عنه، بيدي برضو يعني شوية كده
يعني شطشطه شويه للاكله بتاعتنا، وبضيف بقى ملح وفلفل على الخضار. هي طبعا الفرخه متبله وفيها كل توابلها وملحها وكل حاجه قبل ما اشيلها في الفريزر. دي كده رشه بسيطه من الملح والفلفل للخضار برضو علشان يعني طعمهم ما يبقاش كده من غير ملح خالص، وبقلبهم كويس جدا. بعد كده بجيب الفرخه بقى كامله كده، هي طبعا من امبارح زي ما قلت لكم في رف التلاجة، وبعد كده خرجتها في المطبخ شويه كده لغايه ما فكت ووصلت كده للمرحله دي، بقت يعني طريه كده مش مجمده ولا حاجه، وهي متبله من جوه من بره ويعني من كل ناحيه فيها. وحطيتها كده على الخضار، وبعد كده بغطي بقى، او لو ما عندكوش غطا للصينيه تحط ورق فويل وفتحه الفرن على درجه حراره 200. وهي طبعا الخضار والفرخه نفسها والتتبيله اللي فيها تنزل سوائل وكده، بعد شويه هشوفها في الفرن لو الميه نشفت بزودها شويه ميه مغليه كده من الحرف علشان برضو تستوي كويس. وكمان خلاص قليت البتنجان وبعمل له كده الطحينه بقى اللي بحطها فيه، بتبقى عباره عن سلطه الطحينه كده عاديه يعني جدا، وبنحط بقى فيها البتنجان المقلي، بيكون الطحينه الخام بخففها بميه وبحط لها معلقه زبادي كده بتدي طعم حلو يعني وقوام كده جميل. وبحط بقى ملح وكمون ومعلقه صغيره ثوم مفروم كده ناعم قوي، وبقلب بقى كويس وبزود بقى ميه على حسب يعني القوام اللي احنا عايزينه، وشويه من الخل او عصير الليمون، وبقلبه بكده بتكون جاهزه معايا. بضيف عليها بقى البتنجان خلاص اللي قليته وبقلبه فيها كويس جدا، وبحاول يعني اقطع وكده قطع اصغر من كده يعني بحيث انه يتشرب كده الطحينه معانا، وبخليه بقى ما يعني منقوع في الطحينه دي لغايه ما عاد التقديم بيكون طعمه احلى. وكمان عملت هنا رز ابيض عادي جدا اللي هقدمه مع الغدا النهارده، وخلاص اتشرب الميه بتاعته، هدي عليه بقى خالص واغطيه واسيبه يكمل سوا. وخلاص الفرخه كمان في الفرن قربت تستوي واخرجها، وبعد كده هنقدم الغدا مع بعض. وخلاص كده الغدا جاهز معايا وقدمته بالشكل ده، ودي الفرخه اخدت في الفرن يعني بتاخد من ساعة لربع لساعة بتكون استوت، وبنختبرها طبعا بعود خشبي او بسكينة رفيعة كده، وخصوصا من عند الصدر، لان دي بتبقى فيها يعني القطعة دي بتبقى سميكة، وهي اللي بتوضح لنا الفرخة استوت كويس ولا لا. وطبعا الخضار برضو استوى كويس، وده كده الرز الابيض قدمته بالشكل ده كمان، ودي سلطة البتنجان بالطحينة او الغموس اللي هو بالبتنجان، جميلة جدا اهي بالشكل ده، بتبقى حلوة قوي مع اي اكل بتتقدم معاه. وده كده مخلي اللي عاملاه انا في البيت وكنت عاملاه معاكم قبل كده. وعايزه اقول لكم كمان ان الفرخه ديت يعني بعد ما استوت وتاكدت انها مستويه كويس جدا من جوه، كشفت الغطا بقى عنها وفتحت الشوايه عشان تحمر كده وتاخد لون حلو. وعايزه اقول لكم كمان لو تحبوا تضيفوا معلقه صلصه مثلا مع الخضار ويطلع الصلصه كده والصوص بتاعها لونه بقى محمر كده من الصلصه يعني يبقى حلو. انا ما ضفتلهاش الحقيقه صلصه، اكتفيت كده، جميله برضو خفيفه قوي. وكمان عايزه اقول لكم على سلطه البتنجان بالطحينه دي، بعمل الكميه اللي انا بعملها واحتفظ بيها في علبه بلاستيك محكمه الغلق في الثلاجه، واي ما جنب اي اكل يعني بقدم منها بتبقى غموس كده وجميله جدا مع اي اكله مناسبه ليها. وبتمنى يكون غدا النهارده عجبكم، وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، وبتمنى يكون عجبكم كله كده على بعضه وكان فيديو مفيد ومشجع بالنسبه لكم. ما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناه لاول مره يشوف فيديوهاتي، وتفعيل الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديده كلها اول باول. ونتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.